العالمين على فكرة تصلح لجميع فئات الشعب، إنما يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينة أو في شرائح معينة ممكن تكون كبيرة أو صغيرة، إنما لما شفت الأسعار الحقيقية اللي اتباعت بيها الأوض وشفت التنوع اللي موجود في منطقة العالمين والساحل الشمالي من ناحية الشقق الفندقية والشقق اللي هي اللي بنسميها الشورت رنت اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايتس لمدة يومين أو ثلاثة وخلافه، في تنوع كبير جدا من ناحية السعر في العالمين والمنطقة المحيطة بها في الساحل الشمالي. فأرجو أن لا نستمع لهذا الكلام زي أي دولة في العالم، نبص على جنوب فرنسا، نبص على جنوب إيطاليا، نبص على كل دول العالم فيها أماكن يعني مخصصة أو بتكون غالية ما بيقدرش يروحها غير فئة معينة، إنما في أماكن أخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجودة من الشعب أو من الزائرين. فهي عايزة شوية بحث شوية بس، وإنه الواحد ما يقولش إنه لا أنا مش هلاقي حاجة، ويبحث شوية هيلاقي وهيقدر يستمتع بالعالمين والساحل الشمالي بشكل أو بآخر. بشكركم جدا وبشكر المتحدة على التنظيم، أنا سعيد بيهم جدا الحقيقة. يعني أنا شفت ديناميكية كبيرة قوي، شفت حرفية كبيرة جدا في المتحدة، شفت قيادات وأصغر ناس وأكبر ناس وشباب صغير قوي وشباب أكبر في السن شوية، كلهم أنت شفتوا لما قاعدة على الأرض النهاردة، وأظن كانت مبسوطة. هي فين؟ كانت مبسوطة وهي قاعدة على الأرض أكتر ما قاعدة على الكرسي في الأتوبيس بتشرح للناس. حقيقة روح حلوة قوي. بشكر المتحدة وإن شاء الله يبقى فيه كمان تطور أكتر وأكتر في المستقبل. شكرا جزيلا ونلتقي دائما على خير. شكرا قوي.